طب بلاش رأينا وبلاش رأي الكابتن سيد عبد الحفيظ، خليك مع رأي الكابتن سمير عثمان. كابتن سمير عثمان في اون تايم سبورتس بعد المباراه رأيه في الخطأ اللي اثار كل هذا الجدل اللي هفاجئك بآراء مهمه جدا فيها كابتن وجيه. نشوف الكابتن سمير. الهدف رأيك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراه هحسب الهدف ومش هرجع للفار. بس نشوف هنا ميدو سلامه، هنا شايف الشكل تماما واضح قريب بالظبط 6 يارد، ودي 4 يعني بتتكلم في 10 يارد حسب الهدف. تمام. طيب انا عندنا في هنا هنجيب حاجه بسيطه جدا، طبعا مع احترامي لكل الاراء اللي بتقالت، طبعا كل الاراء دي طبعا ايه اساتذتنا وكل حاجه، بس انا بتكلم عن قناعتي انا. تمام. انا شايف لعبه في كوره اتلعبت، لعيب النادي الاهلي رايح يلعب الكوره وفي لعيب قصاده من لعيب نادي البنك الاهلي. لعيب بتاع النادي الاهلي ده عامل يعني عامل جامب بيطير وبيلعب الكوره. والله احنا لو شفنا في الصوره هنا لعيب نادي الاهلي فوق بس لو لعيب نادي الاهلي ساند قبل ما يلعب الكوره لو ساند قبل ما يلعب الكوره هنقول هنا ايه اهي لا بس. هنا هيبقى في خطا، انما هنا لما تشوف هتلاقي لعيب النادي الاهلي وهو طاير في راسه خلاص ده طاير عادي. انت عارف لو لعيب النادي البنك الاهلي يا كابتن سيف لو حاول يعمل جامب حاول يعمل جامب لفوق خلاص ده فاول، انما انت هنا واحد عاوز يلعب كوره لكن ايمن اشرف مفيش منافسه معاه في الراس، فين؟ مفيش حد معاه خالص يعني ايمن اشرف. وخلي بالك واللعيب الثاني بتاع البنك الاهلي اللي بيطلع الكوره بص رجله كمان رايحه فين، فالثاني ده برضه بيوصي. انا شايف هي لعب من الالعاب الصعبه اللي هي انا زي ما قلت في البدايه لحضرتك لو انا الحكم نجيبها من الله في الحاجات دي بيبقى فيه ما تبقاش صح. طب اسال حضرتك سؤال يا كابتن، حضرتك حكم وحسبت والفار قال لك فاول تعمل ايه؟ تمام مش هروح للفار خلاص اصلا انا شايف انا شايف الفار يا كابتن البروتوكول بتاعه كلنا عارفينه. طب فلسفته ايه؟ فلسفه الفار ان بينادينا على الكور الواضحه اللي انا ما شفتهاش. ميدو سلامه يبعد عن الكوره 10 ياردات. طب انت حسبت ليه؟ بص ميز مفيش اي زاويه رؤيه، بص هو ايده بتعمل ايه كمان؟ بص الحكم بيعمل ايه؟ شايف ايده بيقول لك ايه؟ ايده بتعمل ايه البادي لانجوج؟ بيقول لك مفيش حاجه، صح انت شايف معايا ولا لا؟ تمام شايفها؟ تمام انت حسبت تروح للفيديو ليه؟ طيب ال قال لك سمير عثمان ما روحش للفار اصلا، ما روحش للفار اصلا قدام عينيا وشايفها، وانت هتشوف مجموعه من الصور وهتشوف حتى مجموعه من التصريحات لمدربين لحكام محايدين خارج مصر. صحيح هيدعموا هذا القرار. في صور ثابته هنشوفها في اللقطه اللي قبل اللي بالظبط قبل ما يحصل الالتحام، قبل ما يحصل الالتحام بين المدافع وايمن اشرف هتشوف صوره ثابته خالص الاثنين، يمكن اللاعب البنك هو اللي بيحوش بايده ايمن اشرف ان هو يوصل للكوره. طيب يا ريت يجيبوها لنا بعد تعليق الكابتن غندور، لان انا بتشرح تعليق الكابتن غندور.